يستهدف جسر مضيق كيرتش في جزيرة القرم عبر شاحنة مفخخة أودى بحياة 3 أشخاص. لجنة التحقيقات الفيدرالية وأجهزة أمنية أخرى تعمل على جمع الأدلة للكشف عن حيثيات العمل التخريبي والجهة التي تقف خلفه. لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أعلنت أن الانفجار أدى إلى انهيار رصيفين من ممر السيارات دون تضرر أقواس الجسر. مدينة كيرتش وشبه جزيرة القرم بشكل عام، يعني منذ أن قمنا بالتجول في هذه المدينة وفي الطريق من العاصمة إلى مدينة كيرتش لم نلحظ ازدحامات مرورية. وبعد استهداف الجسر بساعات عادت شيئا فشيئا حركة السيارات والمركبات على متن الجسر. الحركة يمكن وصفها بالطبيعية، ولم نلحظ خلال جولتنا أي حوادث مرورية تعيق أو تحد من سهولة العبور. ولابد هنا من التذكير بأن جسر مضيق كيرتش يربط شبه جزيرة القرم بمقاطعة كراسنودار.